بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا نحسوا ما ريدميلة يكتان بإله سبحانه وتعالى ذكوا ما يلو عدي لبنبك الله كقادو عدي دن لأله وفيه انتبهن الله ديقو انت بكت الله بكسينتي لما تي الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستان نغر الله نوغد ونحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ay noo badbaadiyo in waxaan ka hadlayaa laba qodob kelmad waxaan ka warnayaa dadaalka madaxweynuhu ugu jiro difaaca dalka iyo caqabad isagu uu sameynayo oo ka hor imaanaya arintaa qodobka labaad waxaan ka hadli doonaa isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka ayaamihii ugu dambeeyay iyo sida uu saameyn ugu yeelan karo wax walba oo socda وأمريكا كوادي مدحوين وحو كتيرا دادال دير سفر كي وكو تغي قاهرة ولو كلمدي و سيسي استعمالي عن دادكو آدو سودوين وانا نغو كان بين جري ساقو دادكي ساكو باتين ايا دولة دلعان تا انو صومالي عصو قاتو تصالة مدحويني يو اكتاقن يغو بريث ريلي سمين ايا ما هين بروفاشنال ما هين وح مقرانيسا اخلاقيات كا دبلوماسيات دا قيب كا لكن من ذا القارف بعسكي آد يآد أي وحى وعرسن سياسة دا جدها من كل غير هذا سيسي سقى ربعين سياسة دي بدك كده قالمه أي هذانا بدأ في عدي سعودن وحى يكو آديه أما كو وجهيه سياسة دا جدها هاي رئيس بدن بكرة كل ميا دكتاتورية دا يحب وكو هاي شعبك شعب انتي من دورتين مدحوينه ودورتين سحرية على قاضي او الانقلابي وادون كو يسوكو تغي او مركا حوك لغو قبصدي وعيدان كو هايستو داد كبادان بقلال كون اي حبسي كو تيران او ايهين محابي سياسة داد مركا اسوغو نفس السياسة داد رادين ايا ايو مدحوينه اكتاقنا ايا دل كيسي كو تنطي حسن او عان لغو اقون انو سي عدق وحيسيك دفاعو قصل ايو كغا جواب أريد أن أسمعك إنك استوى إسم فيه عنين سفر كاسي وليس أيكوية هاي أبي أحمد سفر كاس سفر ككوحيقة والله يابك له يما دعوينو سوي سوى فاتشين أيهو حرير كيسا قطادة دير إماراتك إثوبيو سكود دعبان كدحية يقدر لنا عكالي عكسي جدا سان هوري وشيغنين كور إماني سارين مبدئي أما تبالي سياسة ديدوها الدويه شيسة الدنيا شيء سمتشرته سفر كاسنا سفر آدي آد استراتيجي قوة أيوه نحوينه لبضع السفر وإسرائيلي وحكيني كران هنتي إسبدل سياسيين كران لكن وها سؤال شيء سويدين تلي عيتها يسوى ما نحوينه حقا كشقيين إياه إن أي بلابتو للجرير سياسيين أو معارض كي أي ككيران مدحوينها يجو أول لسكو جا مدحوينها إلا جرب استعجو لقونا تاجرو دلالك ووجر دفاع دلك إيو إتوبي إن ما جرينسا لجحر إيو أما لجبت باديو حبيتان كذا عين دول سوماليات خبصتو أما كي هاي ستيبر لجوا ده هذلو لجحر إيو أنا تاسي معها كان جهني بس يا سيد معها دنك كله مصبيه أيا إسقنا وح سبيه بلان كباح سيد اللغو يقين نمكي قعن لباح او قريها قاتيو جبهة كل نقضي حلي وقاد وچل عسيني هاي او اي هاي بشانس اي هلين اني كفا ايدي سنكراني كاين اسكدو القادان او صند كي تضباد مريا صند كي تضباد ولدو الفريا عام ميلنا اسعان اسلاما كازن هادا ايتوبيا اي كوريا حيسو انو سي جوغو حوكو جوغو ما دام يسوي هاي عدة كليه ويكون كرسوي هين إن يدل سوامريت كي يمين كرتو أما سين كرتو ربع إن يحب كسي جوتيان قد يضع يضع ولا ربع إن جانس كه قاتان جانس كسياسة مربوك سومرا هدوك كجفنا دوا عدك تاين إنه دب كوكو صلابته عرو وودي بن دابي وضياش يسووه قيامة دي موسى أيو أتشل عي سووا رجك خبينو مدحوينا نقض مرو أرين تعرف كذا سنة ويسيف فقط آد ويسيف فقاتي أريد أسمع حكذا بإثيوبيا وحال الربا معارضكو أما عره
إنه سي أدق أنت هو جواب ما هي إنه دجال قالوا إنه موجي أدق سياسة ده هي إنه سي توسع قهري ما هذا موسى أود وهذا إسكجع اللي شعب كمله وأبو أفك تاجي تري ودك لين تري يا محرير تري أما قف كي ما رت حاجة ولا قارق حاجة يعني مركا الروح على جرب استراتيجية سياسة ده يسوي معارض كلامه مثلا إنت وأنا ديا يقان قطبك لياب كلامه هوية ودنك كله مدحوين حسن وجهي وقطب كلواده اسكوديغا وحكبدل كدستوركا حلقة اي سعطو على مسار كبنتو لان او سياسيين بدن يحل ما نادو ترابدنا اي كوم مشغول سيهين كقايب قلكا حفلت داس قرو وكدا عيسا اسكوديغا سي واسكوديغا حبا يراتي استراتيجية دهين اسكوديغا عقل كود سنين حمزة وهلكا نفل عاري سياسة لقلي ما هين إنه مدحوينه أقبله مدحوينه ويعبه هي مانتا كلا إيو وذكر إيو مدنمو إيو إن دادك السياسيين تا أي معارضك إيو محافظك أي قربها يسكو قطان سيدلك اللو دفاع اسكو داي ياسي وهو كيني كرا بربر سياسة ديت ومدحوينه وجهه مرة الولا ما هين إلي مدحوينه سيا معارض سيقو فلا ممانتو كلا ayaa qadiyad dadka kala kaxaynaysa mis la soo saara ma maanta kale oo aad qadar joogtid u joogtid ujeedadaadu ma tahay in Itoobiya laga celiyo baa imaaraad iyo Itoobiya waxa ay wadaan la isu dhiiba yaani laba faras ma wada fuuli kartid laba faras madaxweynaha ma wada fuuli kartid ama faraska qadar iyo umada kale fuul ama Itoobiya iyo imaaraad oo isku mid ah faraskooda fuul laakiin laba faras ma wada fuuli kartid هكذا شيء وهكذا شيء الجريل سياسة إن وهكذا شيء معارض كي هنا يورا قصص سارة وهركي لما مدحوينه هرب فرماجو إيو شريف أو وهكذا قصص سارة وأرين تأكد جيّة إسلام كاسنا كوبا غي مدحوينه ودت كم بدأيو إن أنا مدحوينه هادو طلاق هذا نيو وحنا مثلاً الله تليه إن يرادين هدا وكبرت تاجناه hanugu khalifin inaan ka horjeesano in madaxweynuhu ma hayo in heshiiski dawladdi hore ay kula jirtay saddex geesoodka ahaa ee Itoobiya lagaga nabad galay in waa buriyay saga buriyay in waa hayaa oo kaliya in ma kaliya raad Eritrea oo iyaduna ha hubsato sheekada la yiraahdo ku jirta oo eegaysa bal madaxweynuhu talaabooyin ku qaadayo aad u fiirneysa hadu aday arkaan inuu madaxweynuhu ay daacad ka tahay inuu dagaalamayo ay dhici kartay inay garab istaagaan madaxweynuhu ma hayo maamul goboladeedii saddexda ahaa ee dawladda hore haysatay dawladda hore waxa ku guuleysatay saddex madaxweynuhu maanta ma hayo saddex maamul goboleed ma hayo Puntland ma hayo Jubaland ma hayo ma hayo nimanka la yiraahdo galmudug oo waxa ka socda isbeddel siyaasadeed madaxweynuhu riixayo oo mucaarad ku ah madaxweynaha hadda fadhiya madaxweynuhu ma hayo lama oga inta ay sii jiri doonto heshiiska aadka u jilicsan ee ka dhaxeysay Koonfur Galbeed madaxweynuhu ma hayo maamul goboleedyo garabkiisa istaaga marka haddana waxa ku kacay asxaabtii siyaasadeed oo ay ka mid ahayd sahan oo isaga madaxweynuhu uu siiyay pass iyo platform niman eedaysanayaala oo dawladdi hore ay ku eedaysay inay cadow qaran yihiin laguna xukumay xabsi inuu madaxweyne isagoon xabsigii laga cafin maxkamadiina aan la geyn oo aan la xirin oo ay xabsigooda aysan soo dhamaysan uu ku marti qaaday calee masaarkiisii waxay ahayd khalad siyaasadeed ama gaf siyaasadeed oo madaxweynuhu galay maantu hayaa madaxweynaha waxaan kula talinayaa istaraatiijiyadaada arrimaha dibadda iyo midda gudaha labadaba fariisi labada midna ma fadhido isku daygan jilicsan ee dastuurku waa waxa ugu kharriban indhacdayg siyaasadeed weeye jasta indhacdayg cid kugu waafaqsani ma jirto cid kaa yeelaysana ma jirto waxa ay nimankaas xarxariiqaan caruurta u badan waxyaabaha fashilmay bay ka mid tahay dhallinyarada rajo laga qabay aqoonyahanka rajo laga qabay soomaaliya siyaasadeeda inay wax ka bedeli doonaan labadaba waa lagu fashilmay dhallinyaradu waxayba noqdeen baarlamaankan oo baarlamaanka ugu yaryaraa waxay wa noqdeen iimaan laawayaal siyaasadeed waxa lagu leeyahay qaarkood 500 baa ku filan in wax kasta laga saxiixdo saasi u yaacayaan qabaan qab ordaysa oo iimaanka beeshay
udigaya in gudoonka baarlamaanka ka joojiya Soomaaliya oo dagaal wajahaysa oo ciidamo intaas oo kun ah lagu soo daabulayo xuduuda inaad bilowdaan kala furfur iyo kala qoqob iyo siyaasad ahaan in madaxweynuhu waayo taageerada siyaasadeed uu ka helay mucaaradka iyo maxaafidka ka daaya Hamza uu ka daaya